في فيديو النهاردة هنجرب نعمل طريقة عمل كيكة الشوكولاتة البركانية لكن على الطريقة الكورية. اول ما شفتها الصراحة يا جدعان اتحمست جدا وقلت لازم اجربها، وخاصة لما عرفت ان هي طريقة كورية. فتحمسوا معايا وعملوا لايك وفولو عشان نجرب طريقة عمل كيكة البركان على الطريقة الكورية، يلا بينا. واول مكون معانا نحتاج مكعب شوكولاتة خام، وثاني حاجة نبدأ نفتفت المكعب، وده كده الشكل النهائي بعد ما فتفتنا المكعب او قطعناه بمعنى اصح. تاني حاجة هنجيب بولة ونبدأ نحط الشوكولاتة بتاعتنا، وهنجيب حوالي معلقتين سمنة او زبدة ونبدأ نحطها على الشوكولاتة، ونبدأ نقلب المكونات مع بعض. وبعد ما قلبنا المكونات هنروح نسيح المكونات على بخار مية ونشوف النتيجة. وهنسيب بقى الشوكولاتة تسيح، وهنجيب بيضتين ونبدأ نكسرهم ونضيف عليهم حوالي معلقتين كبار سكر ونبدأ نقلبهم مع بعض. وده كده الشكل بعد ما قلبنا البيض مع السكر. هنجيب بقى الشوكولاته اللي احنا سيحناها زي ما انتم شايفين كده بالشكل دوت، دي كده الشوكولاته مع الزبده اللي احنا سيحناها، ونبدا نضيف لها البيض مع السكر اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي، ونبدا نقلبهم مع بعض. زي ما انتم ملاحظين هتلاقوا شكلها بدا يلمع شويه، وكمان القوام بتاعها بدا يتقل معانا. وده كده الشكل النهائي بعد ما قلبنا الشوكولاته مع البيض. هنيجي بقى لاخر خطوه معانا، هنجيب اللي هو المنخل دوت ونحط حوالي 3 معالق دقيق، 3 معالق كبار، ونبدا ننخلهم كده، وبعدين نبدا نقلب المكونات مع بعض. وده كده الشكل النهائي بعد ما خلطنا كل الخليط او كل المكونات مع بعض. زي ما انتم شايفين كده القوام بقى عامل ازاي. هنيجي بقى دلوقتي لاخر خطوه معانا، هنحتاج مثلا طاجن او صينيه او اي حاجه، انا هستخدم طاجن زي ما انتم شايفين كده، ونبدا نضيف عليه الخليط بتاعنا. وده كده الشكل بعد ما صبينا المكونات في الطاجن بتاعنا، او لو عندك صينيه مش هتفرق. واخر حاجه هنحط الخليط دوت في الفرن على حراره 180 لمده 10 دقائق، ونجي لكم تاني بقى نشوف البركان بتاعنا هيبقى عامل ازاي. ورجعنا لكم بقى بعد ما طلعناها من الفرن. زي ما انتم شايفين كده شكلها يا جدعان جامد جدا، لكن هي الصراحه سخنه وانا متحمس جدا ان ادوقها، فيلا بينا نلتهم. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا ندوق بركان الشوكولاته او بركان الكيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جدعان، يا ويلي، بصوا بصوا بصوا. طبعا انتوا هتفتكروا ان دوت ايه، ان هي نيه، لا طبعا ده بركان بس مش اكتر. شايفين يا جدعان ايه الجمدان ده يا جدعان، اخيرا حاجه نجحت معانا. بصوا يا جدعان الشكل، بصوا بصوا بركان ازاي فعلا. تعال ندوق الطعم. انا عايز اقول لكم اقسم بالله اقسم بالله يا جدعان الطعم جامد جامد ولذيذ وحاجه خرافيه.